السلام عليكم. غدوة عدنا أهم مقابلة بالنسبة للمنتخب التونسي واللي باش تكون إن شاء الله ضد المنتخب المالي 9 متاع الليل بتوقيت تونس. المقابلة ما هيش باش تكون سهل، فقط الملعبية ما يفكروش يقول لك نلعب ضد المنتخب المالي على خاطره أفضل مني. على الورق المنتخب المالي أفضل منه، على الميدان الله أعلم، لكن الأقرب المنتخب المالي باش يكون أفضل منه، لكن أفضل منه، لكن الإطار الفني والملعبية كي يدخلوا للمقابلة هذه يدخلوا بعقلية انتصارية، مش باش يلعبوا الهجوم، لكن يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المقابلة، يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع منافس أفضل منه. وديما نعرفوا المنتخب التونسي وقت اللي يلعب ضد منافس أفضل منه يلعب أفضل من اللي يلعب ضد منافس على الورقة أقل منه، لأنه طريقة اللعب متاعنا ما تتماشى كان وقت اللي نلعبوا ضد منتخب أفضل منه، المنتخب المالي أفضل منه. لذا الملعبية والإطار الفني، وخاصة نعاود نقولها ولو أنه ما عندوش دور كبير الإطار الفني غدوة ضد المنتخب المالي، يلعبوا ويدخلوا المقابلة من أجل الانتصار، ما يفكروش أنه نتعادلوا أمام المنتخب المالي نتحصلوا على نقطة وبعد ننتصروا على منتخب جنوب أفريقيا. هي منتخب ناميبيا وانتصرت علينا، منتخب جنوب أفريقيا لو كان باش تتعادل ضد المنتخب المالي عادي على الأخر تلعب ضد وتتحصل على النقطة ضد المنتخب المالي، لكن عادي على الأخر تواجه منتخب جنوب أفريقيا وتنهزم وتروح بفضيحة برسمي كما يقول لك المصري بقلاقل، فضيحة بحذافيرها، وهكا نجم ونخسر أفضل جينيراسيون مرت على تاريخ المنتخب التونسي. ما استفدناش منه، مش معناها جينيراسيون هذه مشيت على روحها، ثم خمسة ستة ملعبية أكيد باش نستفادوا منهم في الكأس الأفريقية القادمة واللي بعدها واللي بعدها بحول الله وكيف كيف كأس العالم، لكن ملعبية في أوج العطاء نتاعهم وما عرفناش كيفاش نستفادوا منهم في كأس الأفريقية الحالية. لذا الملعبية يلزمه يدخلوا للمقابلة من أجل الانتصار. كلنا نعرفوا بنسبة كبيرة التشكيلة باش يبدأ بها جلال القادري، يعني ما عدناش كل الملعبية اللي باش يفكر جلال برشا ويقول لك نهبط هذاك مكان هذاك بين العملية باش نلعبوا 4-3-3 في حراسة المرمى بشير بن سعيد، على اليمين وجدي كشريدة، على اليسار علي العابدي، إن شاء الله علي عابدي يقدم المردود اللي مستانس يقدم فيه في المقابلات الفاردة. ونقطة استفهام كبيرة كيفاش جلال القادري معول على علي العابدي في تقريبا 4-5-6 مقابلات على التوالي، هو الظهير الأيسر رقم 1 في المنتخب التونسي، يجيك ليلة صلالة ويبدلوا بعلي معلول. هذا كل علاش؟ هذا الكل على خاطر علي معلول قدم دورة محترمة في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي المصري. حتى علي العابدي راهو قاعد يقدم في مستوى كبير مع فريقه في الدرجة الثانية الفرنسية فريق كون. عدينا أخويا نخلي علي العابدي ومش مشكلة، ولا من غير ما نقعد ونرجع ونحكيه على اللي مشى واللي خسرناه، لكن علي العابدي قاعد يقدم في إضافة للمنتخب وكيف كيف مع فريقه، يعني مستواه ما نزلش، ما ثماش علاش باش تغيروا بعلي معلول. علي العابدي على الجانب الأيسر، في اللاكس ياسين مرياح ومنتصر الطالبي. ياسين مرياح ما قلت انا لوم دو ماتش المقابله الفارطه ضد ناميبيا، ورينا اخوي نتمناو مباراه مالي صراحه تكون لوم دو ماتش بالمعنى بالفم والملاي اخوي، مش ورد بالك اخوي وك الثقه المفرطه في روحك نحينا منها. منتصر قاعد يكوفر عليك تقريبا في كل مقابله، كبيت له السعد نتاعو، مستواه كان نوى ولا النوى، هذا كل علاش؟ هذا كل على خاطر يخدم في الخدمه نتاعو ويخدم في الخدمه نتاعك. كذوما رم سامحوني في الكلمه حصنا راه في التيران بايم، هذوما في التيران هذوما راهم ما يركحوش جمله. انا شفناه المنتخب المالي أمام منتخب جنوب أفريقيا بنية جسمانية قوية على الأخر، لذا وقت اللي باش تمشي في الديال يا خويا امشي لي صحيح، أما كان باش تمشي ثقة مفرطة وماشي في بالك تلعب ضد أندية في البطولة التونسية مضمض، أنت في الشامبيونز ليغ مع الترجي الرياضي في بعض المقابلات ما لقيتش روحك، الريتم أقوى منك، فما بالك باش تواجه المنتخب المالي اللي عنده نجوم يلعبوا في تريو نيفو في وسط الميدان. الميدان باش يكون متكون من إلياس أو عيسى العيدوني، إلياس خيري، وبنسبة كبيرة أنيس بن سليمان. ممكن البعض يتسائل علاش أنيس بن سليمان قدم مقابلة رديئة، مقابلة سيئة في الجولة الفارطة ويعاود يهبطوا في الجولة الحالية ضد المنتخب المالي، المنتخب اللي أفضل من المنتخب ناميبي، لأنه أنيس بن سليمان كبنية جسمانية كبدن
راهو يهرب هروب بس اسمه بمحمد علي بن رمضان اللي ماهو قاعد يقدم في حتى شيء للمنتخب التونسي في المقابلات الأخيرة. لذا أنيس بن سليمان وسط الميدان باش يكون حارب، وأنيس من الملعبية أكل اللي تلقاهم وقت اللي يكون حارب في وسط الميدان وعنده رولانس باهية. أنيس يعني نجم ياخذ الكرة يقدم بها الكوندو دي بال نتاعو باهية، عنده فرا بيشوت يا معلم. يانا ما لقيناش الحل، نجربوا مرة نشوت بجاه ربي المقابلة الفارت وحتى المقابلات اللي قبلها شفناش المنتخب التونسي ملاعب يركح الكرة وشوت من العشرين، ما نقولوش من الثلاثين، تي من العشرين يا معلم، تجرب شوت لعل وعسى. احنا المنتخب النيجيري كيفاش ربحناه في الكاس افريقيا الفارت؟ مو يوسف المساكني خذا كرة فسخ الاول والثاني وشاتها ضربة ظهر لي مانيش متأكد لكن مست يمكن وعاملة ديفياسيون وتماركيت يشوت يا خوي، يشوت لعل وعسى. كيف الياس الصخيري، كيف أنيس بن سليمان، كيف عيسى العيدوني، حتى ثلاثي خط الهجوم اللي بنسبة كبيرة باش يكون متكون من الياس العشوري ويا جلال يا جلال يهديك ربي، مقابلة مصيرية هذه الملعبية وخليتهم على راحتهم أنساها. تحب تخلي الملعبية على راحتهم وتقول لهم تقول لهم أبداوا كيما تحبوا، ابدا بالياس العشوري على اليمين على اليسار، خليه هو اللي يبدا على اليسار، من بعد كي تصير تبديله ولا اثنين مش مشكل، اما مش شوت اول كامل نخسروه على الجانب الايمن اللي هو دقائق الاولى للمقابله راهي مهمه على الاخر للملعبيه في الدفاع والهجوم وكيف كيف وسط الميدان. مش هو تخرجوا من اللعبه من الاول وبعد طيشوا على اليسار تقول واي برا وريني ايش تعمل، سيه هو خذا عليه الهف الادفيرسير ما عادش قادر يقدم. هي من الاول الياس العاشوري يفسخ لك الاول الثاني يدخل في المقابله عادي يقلبها اللعب. ثم شكون اللي يقول لك باش يبدا يوسف المساكني من الاول؟ يوسف راهو قدم مقابله نوعا ما محترمه مقارنه بملعبيه المنتخب التونسي، نجم نقولوا اعمل اللي عليه، لكن شخصيا ما نحبذش يبدا يوسف المساكني من الاول. يبدا لك حمزه رفيعه الفيزيك نتاعو خير، فرق بين ملاعبي عمره 23 سنه ويلعب في البطوله الايطاليه ولعب راه صحيح يلعب في الوسط حمزه رفيعه، لكن في بعض المقابلات حتى مع المنتخب التونسي لعب على الشيره اليمين القدام كجناح ايمن. تبديل يا خويا بحمزه رفيعه تجرب بيه يعاون يرجع يفك حتى في بدنا كاسح يوسف راه ما يفكش، ومع الملعبيه هذوما راك ما ترجعش باش يعملوا لك سوبيريتي نيميريك باش يعملوا الكثافه العدديه يطلع لك الارير جوش من غادي ما يرجعش معاه يوسف المساكري ولا زعما يتبع فيه بعينين، راهو هذا الكل ما يوكلش الخبز في النوعيه هذه نتاع المقابلات. وكرأس حربه بين الجويني وبين سيف الدين الجزيري، من اكثر الناس اللي انتقد سيف الدين الجزيري، وسيف الدين الجزيري ما قدم حتى شيء للمنتخب التونسي، وسيف الدين الجزيري قاعد يمر فترة صعيبة مع فريقه الزمالك المصري تقريبا في 12 ولا 13 مقابلة مسجل كان زوز أهداف، لكن نحبذ يبدأ بسيف الدين الجزيري لعل أخوي، على خاطر هو الجويني ماهوش باش يعمل لك شيء راه، ورزين برشا، رزين. الجويني هيك النوعية اللي نتاع الملعبية اللي ياخو الكورة ويكوفري على الادفرسير ويخلي الملعبية على اليمين وعلى اليسار يلعبوا بأكثر أريحية مع المدافعين نتاع المنتخب المالي أصلا باش تظهر قدامهم وزن الريش. يعني زايد الجويني يبدا واقف يستنى كرة بالراس ما نعرف شنو هذا الكل، ما يمشيش النوعية نتاع المقابلات. ان شاء الله يبدا بسيف الدين الجزيري، هاو مشى هاو على ضربة جزاء هاو شات كرة هاو الدعثر وطاح هاي كرة ضربت فيه تنجم تدخل، ينجم سيف الدين الجزيري يكون ينجم راهو نعاود نقولها يكون رجل المقابلة خويا، وبعد يعاود يضرب يرقد لك 10 مقابلات مش مشكل، اعطينا المقابلة هذه يكون رجل المقابلة وبعد ان شاء الله المقابلات الكل يعديهم دون المتوسط مش مشكل. المهم المقابلة هذه راهي مهمة راهي فضايح كبيرة باش تصير لنا وباش نخسروا جيل كامل خسرناه. هذا الكل علاش؟ هذا الكل على جلال القادر. جلال القادر راهو مش تكتيك، لا تبدا تجيبها لي تكتيك ولا هم يحزنون. مباراة نتاع جرينتا نتاع رجال الملاعبية يهبطوا، رجال بحول الله رانا ننتصروا ونعرفوا تاريخيا المنتخب التونسي كي يمر فترة صعيبة كيف هكا أول مقابلة باش يلعبها راهو ينتصر فيها ويقدم مقابلة ممتازة. لذا متفائل بحول الله غدوة المنتخب التونسي باش يفوز على المنتخب المالي. حلقتنا اليوم وفات، في ختام الحلقة كالعادة البياري ما تبقى كمش يقول لكم تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس وسلام.